لاحظوا معي في الفلق استعاذ من شر المخلوقات اللي تجي في الليل من الهوام والدواب ومن الحاسدين ومن الساحرين، يعني استجار بالله من البشر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، كل المخلوقات، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات اللي هم السحرة، ومن شر حاسد. الآن هو استعاذ بمن؟ من البشر. في سورة الناس استعاذ ممن؟ من وسوسة الشيطان. لكن تجي هنا مثلا تقول يا جماعة تعالوا تفكروا في هذا المعنى، انتبهوا هذا معنى جميل. في سورة الفلق لما كان يتكلم عن الناس بس مباشرة قال قل أعوذ برب الفلق، ثم بدأ يذكر لك الناس من شر ما خلق، من شر غاسق، من شر من شر. لكن لما جاء يتكلم عن الشيطان جاب لك ثلاث مرات استعاذة بالله، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. وما قال من شر الخناس، ما قال من شر الشيطان، قال من شر الوسواس. لماذا؟ ليخبرك الله أن الشيطان قوته فقط في الوسوسة، ليس أكثر من ذلك. شوفوا يا أخوان، الشيطان لا يستطيع أن يضربك، ولا يستطيع أن يكفر الباب في وجهك، ولا يستطيع أن يهددك بأمر، فقط يوسوس لك فقط، ولذلك كيده ضعيف، ولا يمكن أن يكون قوي إلا إذا أنت قويته. أما إذا لم تقوي فهو ضعيف حقير لا قيمة له ولا وزن. الله عز وجل استعاذ ثلاث مرات من وسوسة الشيطان. لماذا؟ لأن إحنا فينا ضعف أمام الشيطان بسببنا نحن. لماذا قال الله عز وجل قل هو الله أحد؟ قل يا محمد، هذه الكلمة قل يا محمد هذه فيها إثبات أن القرآن نزل من عند الله ولم يبتدعه النبي صلى الله عليه وسلم. لأن لو كان هو الذي ابتدعه ليش يقول قل؟ فالله عز وجل يخبره فيقول قل، فعل أمر، قل يا محمد كذا وكذا وكذا. جميل. مثلا لماذا عبر بلم ولم يعبر بلن؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب لم يلد ولم يولد هذه ما في مشكلة، هذه في الماضي، لكن ولم يكن له كفوا، ليش ما قال لن يكون له كفوا أحد وقال لم يكن له كفوا أحد؟ فلاحظ معي الآن أنه قال لم ولم يقل لن، لأن هذا شيء في الماضي. طيب ولم يكن له كفوا أحد، مو شيء هذا ممكن يكون في المستقبل؟ ما قال لن، قال لم. لماذا؟ لأن كل ما ترى من المخلوقات الله عز وجل قبلها كلها، وكل هذا المخلوقات هذه حدثت بعد الله عز وجل، فهو الأول الذي ليس قبله شيء جل جلاله. ولذلك لم يخلق ولن يخلق أحد كفوا لله عز وجل، فهذا أمر منتهى منه ومفروغ منه. فلاحظ هنا، أنت قلت لهم هنا تعبير جميل جذب الناس معك. مثلا لماذا قال ما خلق ولم يقل من خلق؟ أيهم أشمل، ما ولا من؟ ما أشمل. لماذا؟ لأن ما تشمل حتى غير العاقل، أما من فهي للعاقل. إذا واحد طق عليك الباب تقول ما عند الباب ولا من عند الباب؟ من عند الباب. فأنت قبل ما تدخل في موضوع التدبر يجب أن تنتبه لقراءتك وأن تحسن قراءتك وتصححها، حشان أنت نفسك لما تقرأ الآية تقرأها بالشكل الصحيح. أيضا اجعل لك قراءة جماعية مع زملائك، يعني تجتمع أنتوا أربعة وخمسة وتأخذون آية من الآيات، ثم بعد ذلك تحاولون أنكم تضعون عليها أسئلة، لماذا قال كذا ولم يقل كذا، لماذا قال كذا ولم يقل كذا، لماذا جاءت الكلمة هذه هنا ولماذا جاءت هذه الكلمة هنا. هذا اسمه تنشيط الذهن. طبعا أنتم لا تفتون،
ولا تتكلم بهذا الكلام أنت لأنك تريد أن تثبت أن لا، أنت مجرد أنك تساؤلات مجموعة، ثم بعد ذلك ترجعون إلى التفسير، ترجعون إلى أهل العلم، ترجعون إلى أشخاص سبقوكم في معلمكم، حتى تصلون إلى هذا العصف. يخليك أنت تتأمل لما تقف أمام الآية، تقرأها بتمعن، بتدبر، بتفهم، بتتفكر. بعض الكلمات في القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم بها ليلة كاملة، وبعض السور كاملة فيها عبر، يعني سورة الحجرات مثلا هذه كلها في الأخلاق، سورة التوبة في النفاق والمنافقين وغير ذلك، سورة النصر مثلا هي كانت إعلان لقرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فهذا التدبر يحتاج أنك تجلس جلسة يسمونها عصف ذهني، أنت وزملائك تأخذون آية آيتين، هذا التدبر. هذا هنا تحيي روح التدبر في نفسك. وأنتم تلاحظون أحيانا بعض المشايخ يطلعون في حلقات في التلفزيون، جميل طرحهم في هذا الباب. أيضا معرفة الوقف، الوقف جميل يا إخوة. لما تقرأ الآية سريع هد، ليس مثل لما تقرأها وتقف مع المعاني وتبدأ تتفكر. مثلا مثل ما قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ممكن تهد هد، لكن لما توقف يا أيها الذين آمنوا ثم توقف، هذا نداء لنا نحن المؤمنين، اجتنبوا كثيرا من الظن. لماذا قال كثيرا ما قال اجتنبوا الظن؟ لأن بعض الظن إثم وبعض الظن ما هو إثم. هنا توقف تبدأ تفهمها كلمة كلمة. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، يعني في سورة الحجرات قال إنما المؤمنون أخوة، ثم جاء بعدها بستة صفات، صفات مذمومة، شيء يتعلق بالحاضر وشيء يتعلق بالغائب. فهمت السؤال؟ قال إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله إيش لعلكم ترحمون. بعدها جاب ست صفات سيئة، هذه ست صفات منها ثلاث مواجهة ومنها ثلاث في الخفاء. من يقول لنا ما هي الثلاث المواجهة؟ لا يسخر، هذه واحدة، السخرية هذه بالواجهة ولا في الخفاء؟ بالمواجهة. قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء خيرا من أن يكون من نعم. ثم قال ولا تلامزوا، اللمز يعني اللي هو يعني مثل ما نسميه التطنس في هذا الوقت، ولا تلامزوا بالألقاب. هذه ثلاث صفات سيئة مواجهة. طيب الصفات الخلفية، ها اجتنبوا كثيرا من الظن، ها ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، تجسس الغيبة هذه في الخفاء. شوف الآن أنت ايش قاعد تسوي؟ قاعد تقرأ الآيات بهدوء، توقف معها واحدة واحدة، تأخذ فائدة. هكذا يكون التدبر، وهكذا توصل المعلومة للآخرين. أيضا يا إخوة تكرير الآيات، كثرة السماع لبعض المشايخ، والسماع ترى جميل. بعض الناس لا يفهم إلا بقراءة، اقرأ الكتب الجميلة في التدبر. وبعض الناس لا يفهم إلا بالسماع، والسماع جميل. أنا أنصحكم ببعض المشايخ من الشيخ عبد الرحمن الشهري، الشيخ الخضيري، الشيخ الطيار، الشيخ العطوي. تعرفون الشيخ العطوي؟ هذا من أروع من تسمع له في التدبر والوقفات مع الآيات. أسأل الله يا أحبابي أن يوفقنا وياكم لما يحب ويرضى، وأن نعين